استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصفرية هذا اليوم عددا من أهالي الزلاق، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع رجالات البحرين وأبنائها الكرام من جميع محافظات المملكة. وتشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى، معربين عن عظيم اعتزازهم بلقاء جلالته وبالغ شكرهم وامتنانهم لما يليه جلالته من اهتمام لمنطقة الزلاق، وحرص مستمر على تلبية كافة تطلعات أهاليها من خلال توجيهات جلالته السامية. وخلال اللقاء رحب جلالته بالجميع وتبادل معهم الأحاديث الودية، وأعرب عن تقديره لعطاء رجالات وأهالي الزلاق وأسهاماتهم المشهودة في نهضة البحرين الحديثة وتفانيهم في خدمة وطنهم بهدف أعلاء راية وحماية مكتسباته في مختلف المجالات. واستمع جلالته إلى متطلبات الأهالي وأمر جلالته بتسهيل كافة هذه الاحتياجات واطمأن على أحوالهم. وأكد جلالته أن عقد مثل هذه اللقاءات مع رجال البحرين وأبنائها الأوفياء يأتي في إطار العادات العربية الأصيلة للتواصل والتلاحم وتعزيز قيم التسامح والمحبة والترابط الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع البحريني منذ القدم. وأشار جلالته أن ما تشهده البحرين اليوم من نماء وتقدم هو ثمرة النهضة الشاملة التي أرسى دعائمها الرعيل الأول من الآباء والأجداد بسواعدهم المخلصة وحبهم لوطنهم، مؤكدا أن البحرين ستواصل مسيرتها في التنمية والتطوير بتكاتف أبنائها ومساعيهم الخيرة للبناء على إنجازاتها الحضارية والتاريخية. من جانبهم رفع أهالي الزلاق خالص الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة رعاه الله على الرعاية والاهتمام الذي يليه جلالته بقضايا المواطنين ومصالحهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، سيدنا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم.